لكن أنا الذي أريد منكم أن تنتبهوا له، وهي ما هي؟ مسألة يحيى الحجوري وتحذير العلماء منه. مثلا أنا كمثال الآن، أنتم وقع بينكم خصام وكلام، وصرت يعني يا عبد العزيز ويا أبا الهيثم تخصصون من أوقاتكم لنصرة أقوالكم. هل لا كانت هذه الأوقات مبذولة لمعرفة حال هؤلاء الناس الذين انحرفوا عن المنهج السلفي وفرقوا العالم، السلفيين في العالم، وصاروا يطعنون في كبار أئمة أهل السنة والجماعة الذين أنتم يا عبد العزيز ويا أبا الهيثم تحترمونهم وتجلونهم وتقدرونهم قدرهم؟ أولئك تسافهوا على العلماء وبدعوهم، بدعوا وطعنوا وكذبوا الشيخ ربيعا والشيخ عبيدا. كانوا يقولون عن الشيخ عبيد فسوة عجوز، بلاش ترجمة، يعني شيء قبيح، ويعني نعم يعني كلام وسخ وسخ، لا يليق بطالب علم أصلا، ولا يليق بمستقيم، مش فاسق، يعني كانوا فاسق من الشوارع. فهؤلاء الحجاورة حجارة صماء، هؤلاء حجارة ممسوخون، عقولهم ممسوخة، فأمرهم خطير. فأنتم الآن تتنازعون في شيء المفروض تكونوا على كلمة سواء، لأنكم كلكم على منهج واحد وتحترمون علماء السنة، بخلاف هؤلاء الناس. هؤلاء مجرمون، حتى الحلبي حتى المأربي، هؤلاء مجرمون يحاربون علماءكم. أنتم اللي تحترمون العلماء هذول يحاربونهم، ونحن إنما نحارب هؤلاء لحربهم للعلماء. أنتم على حرب عبد العزيز الحقاني وأبو الهيثم أقمتم الدنيا ما أقعدتموها. أولئك يحاربون علماء السنة، يطعنون ويسبون في الشيخ ربيع وفي الشيخ عبيد، وهذاك المجرم يحزب الشيخ عبد الرحمن مرعي رحمة الله عليه، وجميع علماء اليمن يجعلهم حزبيين مبتدعة. ثم مرة يقول ما بدعتهم، يكذب ويلف ويدور. أنتم على أشخاصكم عملتم مصيبة كبيرة، وأنتم صغار في السن، يعني ما أنتم علماء ولا، يعني إيش أقول عنكم، يعني عاديين طلاب علم، الله يوفقكم خليكم طلاب علم ماشي الحال. هناك علماء أنتم هيك يعني إعراضهم بالسب والشتم والتبديع والتفسيق والتضليل من هؤلاء المجرمين، ثم نجعل هؤلاء مشرفين في غرف أو أصدقاء لنا ويعلقون. هذه الخطيرة، المسألة التي تحتاج إلى عناية. هذا الذي انا اقول لاخينا عبد العزيز الحقاني، هذه المساله تحتاج الى تركيز، انتبه من هؤلاء الاخوه الذين معك، خلاف بينك وبينهم ينحل ان شاء الله وتتصافى الامور بينكم. لكن أنا معتبره من حل يا شيخ. جزاك الله خير، يعني انت بارك الله فيك وهو بارك الله فيك، كلكم على خير. وهو راسلني صراحه، بس انا لو ما جاوبته، راسلني ابو صلاح الشيخ محمد هشام اليوم وراسلته واجبته، وقلت له يعني نريد نصلح بين الاثنين وكذا. انا قلت اليوم لابو صلاح والله شفت رساله عبد العزيز الحقاني، اتصل علي امس وانا اصلي العصر، رايت الاتصال بعد الصلاه، وبعدين الرساله ما رايتها الى الان، لكني رايت اليوم رساله الشيخ محمد طاهري واجبته بما فيه الاصلاح ان شاء الله تعالى. فانا اعرف فيكم الخير، انتم شوفوا كيف يعني ما فعلتموه وما حصل بينكم عبره لكم انكم. الموضوع الخطير هذا اللي ينبغي تنتبهوا له، خطورة هؤلاء على العلم، على الدعوة السلفية، خطورة الصعافقة، خطورة أهل الفتن، هؤلاء مجرمون. الآن نفسه هذا عبد العزيز الحقاني المشرف الذي معه، لو أنه سمع منه كلمة في حق عبد العزيز، في حق أهل الحجوري، ربما انقلب عليه مبدعا ومضللا ومفسقا ومشهرا. هذه طريقتهم، لا يرقبون في السلفي إلا ولا ذمة، عندهم شدة على أهل السنة. فأنا يعني دائما لا يأكل، لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فانتقوا لهذه الغرف، أحيانا يسرقوها يا إخوة، أحيانا يسرقوها للأسف. نعم، معلش طولت ترجم، الله يعينك. So the sheikh mentioned that briefly, يعني he said you have now made a big problem and a big back and forth and so on with Abdul Aziz, and Abdul Aziz and Haqqani is responding to you and so on. Is this better, or is it better that you, is this more worthy of your time, or is it more worthy of your time to
dedicate that time to respond to those who are attacking those scholars that both of you, you and Abdulaziz, both parties, yani, the scholars you reject, it is better for you to dedicate your time in responding to attack the scholars that you both respect. And some of these very vile and horrible things about the scholars, some of them, yani, specifically said very vile things about Sheikh Ubaid, and they claim that all the mashayikh of Yemen are all Hizbis and so on, and they have attacked Sheikh Rabi on a personal level, yani, things that you would not expect from a student of knowledge. So such people, should one take them as friends? The Sheikh said, no, you cannot take such people as friends. And he said, yani, Abdulaziz is his excuse because he might not know, but he should be more careful, yani, in taking such people as friends and making them moderators and leaving them in these rooms on Telegram and so on. Because even those people, those very people, if they hear one word of criticism for Yahya al-Hujuri, they would turn on you and they would start to refute you and say yani, horrible things about you and so on, if they hear one thing about Yahya al-Hujuri. And the Sheikh said that the matter, Sheikh Abu Salah, Sheikh Muhammad Hisham al-Tahiri, he messaged Sheikh Usama yesterday and يعني ليس يسترديه يسترديه عبد العزيز الحقاني اتصل بي وقت صلاة العصر وأنا كنت مشغولا صلاة وبعدين ما فتحت رسالة، لكن اليوم هذا راسلني الشيخ محمد هشام. نعم نعم so عبد العزيز الحقاني has messaged the Sheikh and called him yesterday and the Sheikh could not respond because he was busy and praying عصر and so on. And today, earlier today, Sheikh Muhammad Hisham al-Tahiri messaged Sheikh Usama, and the Sheikh responded to him and said, inshallah, we'll work on resolving the matter and so on. And I said to the Sheikh, from my part, the matter is already resolved. And the Sheikh said, may Allah reward you, but inshallah, we'll work on resolving it and so on. قلت أشهد أن الشيخ قلت بعد أن قلت لك الأمر من عندي أنا إن شاء الله أقول أنتم على خير وعلى سنة وتحترمون علماء نفس العلماء وكذا، انتبهوا لهؤلاء الذين يقدحون في علمائكم، وحدوا جهودكم في الخير وأصلحوا فيما بينكم. نعم. And you, alhamdulillah, you are upon goodness and so on. Both parties, يعني the Sheikh, when he's speaking about both parties, and that you respect the same scholars and so on. So dedicate your efforts in being against and refuting those who slander those very scholars that you respect. نعم. هذا يعني باختصار هو الجواب اللي ما سبق، ولا يقال كذاب ولا شيء. هذا أحيانا مع الغضب ينسى الإنسان ويقول شيئا ويخلط ما بين المكالمة وواقع الحال لأمور أخرى، فمثل هذا يتحمل في الخصامات. نعم. نعم. And it is not he is not to be called a liar or so on. Sometimes someone can get angry and so on, especially when there is disagreements and so on. Someone could get angry and he could mix up between what happened in the phone call and what happened in another incident and so on. He could get them mixed up and he could say something يعني unintentionally. هكذا يكفي، وإن شاء الله تعالى أسأل أن يصلح حال الجميع ونوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. جزاكم الله خيرا. طبعا أنا كما قلت لك الأمر أنا عندي يعني حتى بعد التراجع وقال أمور كثيرة وأنا ما رددت على شيء. الآن أول مرة يعني منذ ذاك اليوم أنا أتكلم في الموضوع أصلا، لكن بعض هذه الأشياء وهي غير صحيحة يعني لا زالت في قناته ويرفض رفضا باتا. أنا قلت له يعني عندما أرسل له الأخ رسالتي قلت له طيب أنت تريد حل المشكلة أم تريد يعني زيادتها؟ إذا كنت تريد حل المشكلة فحذف ما عندك وخلاص انتهى الموضوع. هذا الأمر الذي أنت تراه صوتية ترى فيها شيء غير حق، أرسل لي وأرسل لي جزء الكلام بالضبط ما هو الذي قال حتى أنا أرسله له ليتركه إن شاء الله، وبحيث هو أيضا إذا أرسل شيئا عليه ملاحظة وأنت تتركه أيضا إن شاء الله، كلاكما على خير إن شاء الله. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا ترجم يا شيخ. ترجم خلاص. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ، أسد